الآن من واشنطن ينضم إلينا الباحث والأكاديمي الدكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور. بعد هذا اليوم الطويل، هل كنت تتوقع انتخابات مبكرة غير التي تابعناها اليوم، خصوصا يعني فيما يخص نسب الإقبال على صناديق الاقتراع؟ شكرا على هذه الاستضافة. بدءا السؤال الكبير هو نسب الإقبال على التصويت، ويعني التوقعات كانت متباعدة، كان هناك حس بمقاطعة في آخر المطاف. أعتقد ما حصل يبدو منطقيا، يعكس ما هو سائد في الشارع، نسبة مقاطعة عالية نسبيا لكنها ليست حاسمة، قريبة من ما حصل في 2018. طبعا الفارق يصنعه المقاطعون، لأنه نفترض أن المقاطعين معارضون لحكم الأحزاب التقليدية الحالية. عدم مشاركتهم في التصويت طبعا ستترجم إلى فوائد انتخابية وبالتالي سياسية لهذه الأحزاب. هذا جدل نقاش آخر مختلف في أوساط الاحتجاج والمقاطعين، لكن يبدو أنه هذه النخبة السياسية حصلت على تجديد ما لها اليوم مع صعود بروز بعض الحركات الاحتجاجية التي فازت بمقاعد في الناصرية، أعتقد في النجف. من المبكر يعني القطع بنتائج هذه الانتخابات قبل أن يصدر شيء رسمي، لكنه الواضح أنه في المناطق التي استثمر فيها المحتجون ومؤيدوهم الذين استثمروا في الانتخابات وذهبوا وشاركوا استطاعوا أن يصنعوا فارقا واضحا. أيضا يبدو أنه المكائن بشكل فني حدت كثيرا من التزوير، لأننا نسمع يعني أناس عن أسماء مستقلة غير معروفة فازت على أسماء معروفة. هذا يشير إلى يعني نزاهة في عملية التصويت. نعم. طيب يعني أنت راقبت هذه الانتخابات هذا اليوم، لكن إذا أريد نلخص هذا اليوم كله بكلمتين، خصوصا أنه يعني واجهت بعض التعثرات بعملية الاقتراع، بماذا تلخص وتجيز ما جرى اليوم؟ هذه الانتخابات ليست حاسمة. الأمل كان أنه هذه الانتخابات تكون حاسمة بخصوص رأي المجتمع بهذه الطبقة السياسية بسبب نسبة المقاطعة الواسعة نسبيا، الإشكالات السياسية، الخلاف السياسي الحاد في هذا المجتمع، والطبقة السياسية يعني ستحول إلى المستقبل. ننتظر ما الذي ستصنعه الأحزاب الحاكمة التقليدية في عملية تشكيل الحكومة، يعني دفع الكرة إلى الأمام. الانتخابات لم تحسم عقبة بعض، لكنها عموما بسبب شدة تصويت الجمهور الحزبي هذه الأحزاب يعني حصلت على تجديد انتخابي لها. طيب دكتور، ما التأثيرات المحتملة لنتائج انتخابات هذا اليوم على المنطقة، خصوصا مثل ما ذكرت أنه تقدم بعض أسماء من المستقلين، وما يؤثر على الجهات لتقريب وجهات النظر اللي قادها مصطفى الكاظمي لتقريب إذن وجهات النظر، ماذا سيؤثر ذلك ما بعد نتائج الانتخابات؟ أعتقد أنه السلوك الفائزين، وهنا نتحدث عن أحزاب سياسية متمترسة بالسلطة، سلوكهم ما بعد الانتخابات سيشي بالكثير ويحدد كيف علينا أن نقرأ نتيجة هذه الانتخابات. هل سيتصرفون بحس المنتصر وبالطريقة السابقة، محاصصة، توزيع وزارات؟ هل ستأخذ عملية تشكيل الحكومة وقتا طويلا؟ طبعا إذا عدنا للعادات القديمة السيئة فأنا أعتقد أنه المقاطعين وهم نسبة كبيرة سيلجؤون يعني لأسباب مفهومة ومعقولة وتستحق التعاطف معها، سيلجؤون إلى القيام بعمل احتجاجي ما، بالاعتراض، بمعنى الأساس في الحنق في الغضب الشعبي على النخبة السياسية لن يتغير إذا لم تتصرف بشكل مختلف في عملية تشكيل الحكومة. علينا أن ننتظر ونرى. الانتخابات ليست حاسمة. هل سيكون سلوك النخبة السياسية ما بعد الانتخابات حاسما
لجهة أنه تنحاز للمجتمع وآماله وطموحه يبدو شيئا مستبعدا، لكن لنعطيهم فائدة الشك مرة واحدة أخيرة. طيب دكتور عقيل، يعني إذا تحدثنا عن نسبة التصويت التي ربما تراوحت بين 30 و35%، ما تداعياتها التي ستترتب على هذه النسبة في البرلمان الخامس من جهة والجمهور من جهة أخرى؟ يعني المعادلة التي تنتج أنه جزء من المجتمع ممثل في البرلمان والجزء الأكبر غير ممثل، لأنه الجزء الأكبر من المجتمع لا يثق بالسياسة بشكلها الحالي في العراق، لا يثق بإدارة الأحزاب السياسية الحالية لهذا النظام السياسي. الدوافع الاختلاف أو الاضطراب ما تزال موجودة، ما تزال تعتمل في روح هذا المجتمع. أعتقد القطيعة ستتواصل ما لم تخطو هذه النخبة السياسية عبر أحزابها خطوات مهمة نحو المجتمع. طيب، أنه لا تستخدم هذه الانتخابات كلحظة انتصار والقول للآخرين نحن على حق وأنكم كنتم مخطئون، هذا إغراء شديد. نعم دكتور، هذه الأحزاب تتبع هذه مثل هذا الإغراء بسرعة وسهولة. يعني فيما لو تأكدت نفس هذه النسبة من التصويت، كيف سيكون سيناريو تشكيل الكتلة الأكبر عدداً من الرابح الأكبر سياسيا من الخاسر؟ يعني هل راح تتوقع حضور جديد من الأحزاب الناشئة؟ أعتقد يعني يبدو المؤشرات أنه التيار الصدري هو الذي يعني حصل على النسبة الأعلى من المقاعد. سيعتمد الأمر على سلوكه بهذا الخصوص. أفترض أنه سيمد اليد ل الأحزاب الناشئة التي ستفوز من أجل إدخالها في الحكومة، وهذا حينها سيكون اختبارا لهذه الأحزاب، لأنه يعني هذا قبول بالمحاصصة التي رفضته يعني كمبدأ رفضته مبدئيا تشرين والأحزاب الناشئة عن تشرين. أعتقد النخبة السياسية التقليدية هي التي عليها أن تقرر أولا حسم اسم رئيس الوزراء والإسراع بتشكيل حكومة لا تبدو محاصصاتية وبشكل واضح. أما الترقيعات أنها تبدو أنها حكومة وطنية ليست محاصصاتية، لكن جوهر المحاصصة يبقى. أعتقد هذا لن ينطي على الجمهور، نحن بإزاء جمهور متشكك، بإزاء جمهور واعي، وقسم كبير من هذا الجمهور مترقب ومستعد أن يثب احتجاجا ضد هذه النخبة السياسية، الجمهور المقاطع، وهذا جمهور كبير نسبيا ولديه موقف. نعم، ويعني هناك الكثير من الغضب وربما استعداد اقتناص فرصة. نعم، خطأ فادح تقوم بهذه النخبة السياسية، علينا أن ننتظر ونرى. الدكتور عقيل عباس الباحث والأكاديمي، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك.